واخد بالك انت، عملهم تمرينات خاصه اكرامي بالنسبه لحارس المرمى، وكابتن محمود الخطيب كان، كابتن فتحي كان بيعلمه داخل ال 18 ازاي يصوب وازاي يحط الاجوال اللي احنا بنشوفها المميزه بهذا الشكل. ففتحي نصير كمان بيعتبر من نموذج اللي احنا عشناها، موهبه تدريبيه عاشت مع كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال، خرج جميع النجوم اللي ممكن تتخيلها في جيل كمان السبعينات. كلمه مش قادر اخبيها بصراحه، يعني اللي كان نفسه يشوف الكابتن خطيب او حتى يعني عينين الكابتن خطيب تيجي عليه، للاسف دلوقتي بيتكلموا عليه ومن الادب ومن اخلاقه اللي معروف بيها كابتن محمود الخطيب مش هيرد. اعتقد ان هم ان هو مش هيرد ولا عمره هيرد، لكن طبعا امتوا اتفرجوا على المنديله، والمنديله هو كابتن شريف ايه المنديله اهو اهو يا بيبو كده كده يا بيبو، والله العظيم كده ما ينفع، والله العظيم كده انت بتغيظ ناس كتير جدا خلي بالك. عملها مره في ماتش الاهلي والزمالك 4-2 فاكر، مرات ممكن ارجع تاني لو سمحت. 4-2 رموه واحد رموه اتفضل يا كابتن شريف بالبرتقال، اتفضل يا كابتن شريف، خد على فخد رجله. بص ده منديل ورقه يا كابتن، هو طبقه اهو، حذفه وبعدين نطقه مرتين ثلاثه على رجله. الراجل رجله بتلعب على طول، طب انا اعمل ايه؟ على راي البورسعيديه يا كابتن كان مسمينه الساحر فينس. يعني شعب بورسعيد، تحيه خاصه طبعا شعب بورسعيد، كان بيسمي الكابتن محمود الخطيب الساحر، وما زال الساحر بيني وبينك، يقول لك الساحر بيتصور اكتر من الكره المصريه. اللي ما اتفرجش على الكابتن الخطيب يا جماعه، يعني اللي كان عمره لسه صغير طبعا سنين كتير، اللي ما اتفرجش على الكابتن الخطيب يعني يتفرج عليه في اللقطه اللي فاتت دي عشان يعرف قد ايه بيبو يعني موهبه كبيره جدا، وقد ايه بيبو معشوق الجماهير الاهلاويه قبل ما يبقى رئيس للنادي. تخيلوا بقى لما بقى رئيس للنادي بيبو اسمه كبير جدا ويفضل كبير جدا لطول العمر. كابتن شريف يعني